أهلا وسهلا فيك في قناة الحرية الإيرانية المعارضة. السؤال الأول أستاذ يحيى، كيف تقيمون الوضع السياسي والحل السياسي الذي سوف ينطلق في 7 الشهر الجاري، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار الذي تم بدء به اليوم؟ تحية لكم وللمشاهدين الأعزاء. نحن بالتأكيد في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة والفصائل المسلحة مع وقف إطلاق النار، لأننا نعتبر أن الشعب السوري هو من يتعرض إلى حرب إبادة ومذبحة كبيرة جدا، هي مذبحة التاريخ على يد ثلاثي العدوان الروسي الإيراني ونظام الإجرام في دمشق. لكن نحن نعتقد حتى يتم موضوع وقف إطلاق النار بالطريقة الصحيحة يجب أن يترافق مع الحل السياسي الذي يكون من بوابة المفاوضات، وهذا ما يدعونا إلى بطبيعة الحال أن نكون إيجابيين من خلال الدعوة إلى استئناف المفاوضات في بداية الشهر القادم. ونحن كنا ولا نزال موقفنا واضح وصريح أننا مع الحل السياسي الذي يحقق الحد الأدنى لتطلعات الشعب السوري، وأن تكون المفاوضات بوابة لتأسيس نظام سياسي جديد في سوريا بعيدا عن الاستبداد والطغيان والظلم، من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة وواسعة بما فيها الجيش والأمن. بالنسبة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا أستاذ يحيى، وموضوع ربط الملف الإنساني بالملف السياسي، أين وصلت جهود الائتلاف الدبلوماسية في هذا الإطار؟ كان هنالك موقف أيضا قوي وواضح من قبل الائتلاف والهيئة العليا للتفاوض أنه لا يمكن بحال من الأحوال إخضاع المساعدات الإنسانية إلى البازارات والمساومات السياسية. والحقيقة كان هنالك تجاوب من السيد ديمستورة المبعوث الخاص للملف السوري حينما قال إن هذا الملف هو ملف فوق تفاوضي. كان هنالك خلال الفترة السابقة إدخال لمساعدات لستة من أصل 18 منطقة محاصرة في سوريا، لم تكن الكميات كافية لسكان تلك المناطق المحاصرة، كانت تشكل فقط أو تسد حاجة فقط 40% من السكان الموجودين، إضافة إلى أنها لا تكفي لمدة أكثر من 10 أيام. ما نطالب به وما زلنا نعمل عليه من خلال الأمم المتحدة أن يكون هذا الأمر عملية مستمرة غير منقطعة، وألا تشوبها أي عوائق أو موانع للاستمرار في إدخال المساعدات الإنسانية. نعم، هناك دعم روسي وإيراني مطلق لنظام بشار الأسد في سوريا، لديكتاتورية بشار الأسد في سوريا، كيف تقيمون وما هو موقف الائتلاف من هذا الدعم المطلق الذي تقوم به روسيا وإيران؟ كما قلت قبل قليل، تشترك روسيا وإيران مع نظام الإجرام في دمشق في حرب إبادة ومذبحة، مذبحة العصر ضد الشعب السوري. لكن نحن نميز بين الموقف الإيراني والموقف الروسي، رغم أنهما في النهاية يصبان في الدعم اللامحدود الذي يقدم لنظام الأسد. الموقف الروسي، نحن لا ننكر أن روسيا دولة كبيرة في المشهد الدولي، وهي كما يعلم الجميع عضو دائم في مجلس الأمن، ويفترض بها أن تكون من الدول المساهمة في الاستقرار والأمن الدوليين، لكن نحن نجد على العكس تماما أنها تمارس إرهاب الدولة ضد الشعب السوري بالتعاون مع إيران ونظام الأسد. فيما ننظر للدور الإيراني إلى أنه مشروع فتنة وزعزعة لاستقرار المنطقة بأسرها، صحيح أن المشاركة
الإجرامية لإيران لنظام الملالي في سوريا واضحة وجلية، لكن لا يغيب عن ذهننا أيضا مشاركة نظام الملالي في مناطق أخرى كمثل اليمن والبحرين، وخلق الفتنة والزعزعة أيضا في المملكة العربية السعودية. طبعا هذه المواقف لا تساعد على الإطلاق في عودة الاستقرار إلى سوريا، ولا تساعد على الإطلاق في إنهاء شلال الدم في سوريا. اليوم روسيا وإيران بالتعاون أيضا مع الميليشيات الطائفية التي جلبوها كحزب الله والميليشيات العراقية والأفغانية، كلها تسهم في المجازر المروعة التي ترتكب بحق الشعب السوري. أخيرا أستاذ يحيى، كيف تقيمون الأهداف والعلاقة التي تجمع المعارضة السورية مع المعارضة الإيرانية؟ نحن في غاية السرور ولهذه العلاقة، لأنها علاقة قامت على أهداف مشتركة. كلا الطرفين يمثلان الشعب السوري والشعب الإيراني، اللذان يتطلعان إلى الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة في مجتمعاتهما، ونعتقد أننا بحاجة ماسة لتطوير العلاقة بين المعارضة السورية والمعارضة الإيرانية لما فيه خير شعبينا وبلدينا، وأن تكون علاقة استراتيجية عميقة تخدم الأهداف المشتركة لكلا البلدين. الأستاذ يحيى مكتبيل، الأمين العام للإئتلاف الوطني السوري لقناة الحرية الإيرانية المعارضة، شكرا لك.